اهلا وسهلا بكم في مطبخ أمولة للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. يلا نشوف مقادير وطريقة تحضير سويسرول الباذنجان في نظام الكيتو واللو كارب. ومقادير وطريقة تحضير الباذنجان اللي سميته سويسرول باذنجان اللي مدخن. نشوف كيف طريقة. عندي مقدار 2 باذنجان قصيتهم وحطيت لهم ملح وفلفل الابيض وجففتهم من المية، نحوله المية بالشكل هذا، نجففهم نخلوه على جنب. وعندي جبنة شيدر وموزاريلا، حطيت عليهم ملعقة شاهي بابريكا المدخنة وحطيت عليها فلفل أبيض، هذه اللي سميتها مدخن، هي الفلفل حلو ومدخنينه. فهذه هي خلطة الجبنة بالجبنة المدخنة. وعندي حتى الصوص، درت حشوة دجاج وفلفل ملون وشبت وحطيت عليها البابريكا المدخنة، نبيها طعم مدخن. إذا حابين إذا مش حابين حولوها حطوها عادي، بس أنا حبيت طعمها في الباذنجان هي والجبنة. عندي الصينية اللي تدخل الفرن، صينية عادية، وهذه ورق الزبدة الخاصة بالفرن. عندي زيت زيتون عليه فلفل أبيض وشوية ملح، نمسحه في الصينية. طبق جميل جدا يتاكل بارد، وأحلى حاجة بارد باش نشم ريحة الفلفل المدخن. ناخده مقدار من الجبنة ونحطوه على ورق الزبدة. عندي شرائح الباذنجان نمسحها بالزيت ونضغط على الجبنة، نحط الشرائح ونضغط ونحاول تكون الجبنة تحت الباذنجان ونضغط عليها. شوف ريحة الجبنة اللي مدخنة حلوة، تعطي طعم رائع للباذنجان. ونضغط، كل ما تحط نضغط، واكيد انتو فهمتوا السبب ليش نضغط، نبي الجبنة تتلصق بالباذنجان. مكان ما فيش جبنة نوزع الجبنة عليه. طبعا هذا طبق عائلي نقدر نقدمه في الكيتو غير الكيتو. الفرن شغلت على 180 درجة. نفس الطريقة نكمل المقدار ونشوفه قبل ما يدخل الفرن. صينية الباذنجان جاهزة والفرن شغال، نخليها تتحمر ونشوف الجبنة لزقت في الباذنجان، فتكون الصينية جاهزة. يلا على الفرن ونشوفوها بعد شوي. صينية الباذنجان المدخن طلعنا من الفرن، صراحة ريحتها صح قوية جدا، وريحة البابريكا المدخنة. وخليتها نين تقريبا، اخذت مني نص ساعة باش بندير نشتغل عليها هي وسخنة. وحطيت ورق زبدة تحتها باش نقدر نشتغل بيه. عندي الجبنة، طبقة من الجبنة، وعندي الحشو الدجاج اللي بالشبت، حطيت فيها شوية بابريكا، مقدار كبير هنا باش نقدر نلف ونوزع باقي المقدار في ريحة الباربيكيو في البيت. ونلف الباذنجان ونضغط ونرفع فوق ونضغط، تلف لما تشوفوها الباذنجان يلف معاي، ونضغط ونلف ونضغط تحت ونلف. عجبتني ريحتها، ريحة حلوة جميلة جدا. هذه هي السويسرول، رائع صراحة، جميل جدا في المناسبات، يدي شربة سوب وسلاطة. نخليه بنفسه هيك باللفة، نحطه في الوسط، نضغط عليه كويس ونلفون، نكنزل الحرارة باش نقدر نبصوش. نخلي السويسرول يبرد ونشوف نزلت الحرارة وتماسك باش نقدروا نقصوه، لأن ما فيش بيض.
في جبنة فقط، هي اللي ساعدت على التماسك. شوفوا جوا التماسك، هذا وصل سرور الجبنة. نشوف هل نقدر نقصه من الوسط. نقول بسم الله. نقدر نقصوه رغم ما زالت الحرارة متاعها ما نزلت كويس، لكن هذا هو من جوا. صراحة شكل جميل رائع، كل ما نخليه يبرد كل ما يتماسك. ونشوفه سويس رول في طبق التقديم. جهزنا السويس رول اللي سميته سويس رول باذنجان المدخن على الصينية. قدموا زي ما تحبون، قدمته مع الياغورت بالليمون والنعناع والثوم. هذا شكل الشرائح بعد ما خليتها بردت شوية. ونشوفوها من جوا، الباذنجان والخضروات والدجاج. هذا هو سويس رول المدخن اللي صنع معكم اليوم. ان شاء الله صحة وهنا.